بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك سيدي يا مولاي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرأس وطهرهم تطهيرا. ما خاب والله من تمسك بكم أمن من لجا والتجا إليكم. يا ليتنا يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا مظلوم يا غريب كربلاء ومسلوب الأمامة بالمو والردى. يا مولاي يا أبا عبد الله الواثبين لظلم آل محمد ومحمد ملقاً بلا تكفين فالقائلين لفات من بيتنا في طول نوح دائما وحنين كيما تقي حتى الشجر التي تستظللها الزهراء قطعوها. والقاطع حين أراكة كيما تقي في ظل أوراق لها وغصون ومجمع لم يجتمع لولا شمل الدين والداخلين الداخلين على البتونة دارها والمسقطين لها أعز جنيني والقائدين إمامهم بنجاده والطور تدعو خلفها برنيني. سلمنا عمي أو لأكشف بالدعاء رأسي وأشكو بالفضل عند الله إلا دوني. وسوت الزهر يا شاعر قال ورنات من القبر الشريف بمقلة عبرة وقلب مكمد محزون أبتا وأنا
وإليه أنيب العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الأمر لله. يوم عظيم. قد انطفأ في هذا اليوم نوره ومضت إلى السماوات روحه. في يوم المولد النبوي أشرقت الدنيا بنور محمد صلى الله عليه وآله. وفي هذا اليوم ظلمت الدنيا بعد اختفاء ذلك النور، فأصبحت فاطمة حزينة كئيبة باكية العين، لاطمت الخدين على أصابها الجلل في فقد أبيها النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك لما نأتي موالية ونقف على حياة النبي صلى الله عليه وآله، يعني في الخمسين دقيقة راح أقرأ لك مولاي وأتكلم، وأريد أختصر 23 سنة في 50 دقيقة مولاي من الاستحالة العقلية. هذه سنين ما زالت العلماء تباحث وتدرس سيرة النبي سنوات من 30 و40 سنة ما خلصت منها. في 50 دقيقة بنذكر رؤوس أقلام من سيرة النبي صلى الله عليه وآله. بداية يجب علينا أن نعرف في أي مجتمع خرج النبي صلى الله عليه وآله. المجتمع الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وآله ما هو وما هي صفته وما هي أولا، كان مجتمع النبي صلى الله عليه وآله مجتمعا جاهليا بعد، لا يعي من العقل ومن أموره شيء، بعد لا عقل لا فكر لا منطق لا علوم. كانت قاعدة ذلك المجتمع إن لم تكن ذئبا أكلتك ذئاب، هذا قاعدتهم. فكانوا يفتخرون بفرسانهم وقوتهم حتى انهم يتفاخرون بقتلهم لفلان. يعني انت الان لما ترجع الى مجتمع من المجتمعات، المجتمع يتفاخر بعلماء باطباء بالاخلاء، ما يتفاخرون بالنفس اللي يعبر عنهم احنا في زماننا هذا بالنتنين عقلا، هذول الوحوش الكاسرة. هذا كان حال العرب. فكانت العرب أيضا تقيس فرسانها بعدد الفرسان، مثلا يقول لك فلان قوته بقوة ألف فارس، مثل منه عمرو بن ود العامري، فلان قوته بقوة 800 فارس، مثل منه اليليلي، بنو عندنا 250 فارس، مثل معن بن زائدة ومرحب وأبو جرول أيضا قوتهم بقوة 1000 فارس. ما قالت العرب إلا كلمة واحدة في حق علي، بعد ما قالت في واحد غير، عندما قالت علي بن أبي طالب جيش في رجل. لما قالوا له الأول يقول روح جيبوا علي بن أبي طالب الآية، قل للثاني إن قمت قمنا معك. قال وما بكم؟ قال أرسلتنا إلى جيش في رجل. تتعرف علي بن أبي طالب صناديد العرب اللي كنا نخاف منها ما جندتها إلا علي بن أبي طالب. فكان العربي يجي لهذا الرجل المغوار الفارس الشجاع الذي قوته بقوة ألف فارس، واللي أنا أريدك أن أريدك في مسألة، شنو تريد؟ قال أنا راح أعطيك 10 نياق حمراء، نياق حمراء ثروة عظيمة مو أي إنسان يحصل عليها مولاي. هذا ما يحص، ما يمتلك النياق الحمراء إلا كبار القوم من الأمراء والملوك والزعماء الكبار. قال لي زين تعطيني 10 نياق، شنو تريد مني؟ تريدني أقتل أحد أفعل شيء؟ قال لي لا، أريدك أن تنام مع زوجتي هذه الليلة وتضاجعها لكي تنجب إلي غلام يكون مثلك قوي. هذا المجتمع العربي، هذا المجتمع اللي الآن دمر
عرب ونحن عرب وعرب. شوفوا مجتمعكم شلون اول انتون واحكوا عن العروبة. كانت الدياثة فيهم والعياذ بالله مطلقة. السيد الحل يقول وكيف يسلم من شرك ووالده ما نزهت حمله هند عن الشركة. أغير بالله ابن العاص تدعي الحسب والنسب والشرف والسيادة، وأنت الذي اجتمع على أمك في حيضها عشرة من قريش، فلما حملت وحبلت بك وأنجبتك تعارك القوم فيما بينهم عليك، فأخذك ألأمهم حسبا وأخسهم نسبا. وجاي تحكي عن علي بن أبي طالب وتقول عندك حسب ونسب؟ أنت شوف من أبوك الأصلي بعد سابقا ما في دي أن إيه مولاي، شوف من أبوك الأصلي ثم تكلم. وأيضا شنو كانوا يسمون؟ كان يسمون أبنائهم بأسماء قبيحة. ليش يسمونهم أسماء قبيحة؟ قال لكي نرهب بها أعداءنا. وسمون عبيدهم بأسماء شنو؟ جميلة. ليش يسمونهم بأسماء جميلة؟ قال لأنهم لأنفسنا. دخل واحد على النبي قال له شنو اسمك؟ قال له حزن بن صخر. قال لي النبي سهل بن خير. قال لي يا محمد إن أردت أن أدخل أنا وقومي في الإسلام فعليك ماذا؟ أن تبقي أسامينا على ما هي عليه، ما تبدل أسامينا. هذا على الأقل حزن بن صخر شوية الواحد ينتبه. جا اللي بعده قال لي شنو اسمك؟ قال لي كلب بن جحش بن بغل. شوف النغمة شلون جاية هذه. كلب بن جحش بن بغل. ليش؟ قال لكي ترهب أعدامنا. عدو يرهبنا من اسمه زين. سم أسد، سم نمير، سم فهد، سم ضبع. كلب بن جحش بن بغل. هذه كانت حياة العرب سابقا. هذه. وثانيا كانوا يقارعون الخمر صباحا ومساء، حتى إن العرب ما تغزلت في شيء في مثل ما تغزلت في الخمر. أعذر الشعر العربي قيل في الخمر. كان يصعد على ناقته. انا اريد اعطيك المقدمات مولاي ليش اغاتي؟ علشان انت يا حبيبي بعدين تشوف النبي الى مين ارسله. شنو غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ سافر ياخذ ناقه عليها جرب من طعام والجهه الثانيه عليها دينار الخمر. طول الوقت وهو سكران خلص عليه المشروب الروحي شنو يسوي هذا؟ ينزل من على الناقه يجرح قليل من الناقه ويملا له وعاء من الدم ويشرب الدم عوضا عن الخمر. هذول المجتمع العرب. نقول عرب هكذا. تعال انت شوف طياحه حنقول بعدين احكي عن العرب وتكلم انت. هذول شوف هذول الان موجودين. تعرف انا اقصد مولاي شوف طياحه حظهم لوين واحكي عن العرب. هذول العرب كانوا شنو تحكي؟ شنو تحكي؟ واذا نام وتعى وشاف اليه واحد من حيواناته ميت يقول هذا حرام ينفلت يجيبه ويسلخه وياكله. بعد ان ياكله شنو يسوي به مولاي؟ بعد ان ياكله يقوم يريد يقدم فداء، يقوم ياخذ واحد من عبيده او واحد من اولاده ويذبحه الى الصنم فداء له. شوف هذا المجتمع العربي كان يعني كل المجتمع العربي كان مجتمعا جاهلي. كل المجتمع العربي كان مجتمع منحار. لا مولاي خلينا نكون شوي ونعطي التاريخ امانه. عندك بلاد عمان وبلاد اليمن وبلاد البحرين ما كانوا جاهلين مولاي. مارسوا التجاره والزراعه والصيد والحراثه، كانوا يرعون الابل، كانوا مسيحيين على مسيحيين على دين عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. هذول ما وصلت اليهم الجاهليه حتى بان هذه البلدان ما وجفت على خير ورجال. شلون ما وجفت على خير ورجال؟ لما اتت رساله النبي الى ملك سابق المنذر بن ساوى التميمي رحب بدعوه النبي ودخل الى الاسلام طوعا. ما أوجفت الخير على وجفت الأرض على خيل ورجال. لكن النبي إلى من بعد؟ أنت الآن تروح تزور النبي صلى الله عليه وآله في المدينة تخلي إيدك على رأسك تقول واو إله يا رسول الله شنو هالأجناب؟ يعني مو أكثر من مؤمن يحكي بهالحكي يقول الله يعين النبي على زمانه. شلون كانوا ذوله؟ شلون كانوا؟ انت تقول شنو هالمعامله؟ شنو هالاحترام؟ شنو هذا؟ الله يعين النبي. ما اوذي نبي مثل ما اوذي. بعثه الله بالحق نبيا ومبشرا وهاديا
23 سنة شوف الأنبياء 124 ألف نبي ما يعادلون دعوة النبي صلى الله عليه وآله. ضاق الأمرين، تجرع الأمراض في مكة المكرمة. في مكة المكرمة النبي يقول خديجة كان يدخل في كل مرة مشخوب بجراحة، الدماء تسيل من وجهه. يقول حتى أتت المداوية. من المداوية يا خديجة؟ يقول في كل مرة كان يدخل النبي حزين كئيب مما يفعله مشركين قريش، لكن لما رزقنا الله بفاطمة إذا دخل النبي ونظر في وجه فاطمة ينزال همه. والمجرد يقول فإذا شفت على حالة الكآبة من مشركين قريش يقول آخذ فاطمة وأوديها إلى النبي. مجرد أن تقع عيناه على عين فاطمة يقول هذه الكآبة والحزن ترتفع من عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هذا الدواء. ولذلك يقول فاطمة أجر رسالتي، فاطمة كوثر الغاية والآية. حتى الصحابة يقول إذا ألم بالنبي ولما ضاق صدره يقول يا رسول الله ما بك؟ قال ضاق صدري. يقول يدخل إلى بيت فاطمة يخرج فرح سريع. يقول شو سويت يا رسول الله؟ يقول بس نظرت إلى وجه فاطمة وقبلتها ما بين عيني. فقط هذا قاس العناء في مكة المكرمة شلون. ولذلك يقول الكاتب الإنجليزي مارك كوين يقول من إعجاز محمد صلى الله عليه وآله، يقول ما نريد إعجاز شق القمر ولا معجزة القرآن ولا مشي الشجر، يقول فقط معجزة لم يستطع الأنبياء القيام بها. شنو هذه المعجزة؟ قال عندما غير النبي محمد صلى الله عليه وآله ذلك المجتمع الجاهلي المنحط. مولاتي فاطمة الزهراء لما وقفت تخطف القوم شنو قالت؟ قالت وكنتم تقتادون القد والورق ضعفاء ليس لكم من اللمة شملا حتى أكرمكم الله بأبي النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رفعهم الله مقاما عاليا به. راح النبي إلى المدينة، لما وصل إلى النبي المدينة عاخى بين المهاجرين والأنصار، دعم دعائم القوة والأخوة بينهم. أيضا أسس أساس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. بعدين شنو سوى النبي؟ أخذ يرسل مراسيل علي بن أبي طالب إلى اليمن، فلان إلى هذه المنطقة، أرسلهم يمنة وشمالا. بعد ما نشر النبي الإسلام إجت عندنا أول غزوة من الغزوات ألا وهي غزوة بدر. غزوة بدر لما جت مولاي قام النبي صلى الله عليه وآله في 313 من المسلمين، مو كلهم مسلحين، كم من واحد اللي يحمل السلاح، البعض جايب مخلات، البعض حامل إليه عصار، البعض عنده فقط ما عليهم تروس، ما كانت العدة قوية. ولكن المشركين كانوا في 1000 فارس مذجج بالحديد، جابوا قالوا سنعلنها حربا، قالوا اعلنوها حربا. حمي وطيس المعركة، قتل شيبة وعتبة والوليد، برز أمير المؤمنين علي في تلك المعركة. تدري ليش؟ لأن عدد قتلى بدر كان 150 قتيل، نصف العدد قتلهم أمير المؤمنين بيده أبو الحمزة، وأعان علي في في النصف الآخر. اشتعلت قريش نارا أرادت أن تثأر لقتلها، اجتنا واقعة شنو مولاي؟ اجتنا واقعة أحد، هذه التي فشل فيها النبي بخطأ الصحابة. مولاي افهم يعني شنو فشل فيها النبي. النبي خسر هذه المعركة مو لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يريد تفشل المعركة، لا، النبي صلى الله عليه وآله من خطأ ارتكبه بعض الصحابة لإساءة الظن
خسر النبي تلك المعركة وفشل المسلمون في تلك المعركة بسبب هذا الخطأ. اجى النبي ابن جحش، عبد الله بن جحش، قال خلكم انتون على هذا الجبل الآن اللي أمام جبل قبر الحمزة، جبل الرمات، قال خلكم على هذا الجبل، كان أكبر هذا حجمه، قطع شيء خشية، قال لو رأيتمونا نباد عن بكرة أبينا بعد انتم ما تنزلون، انتم تبقون على هذا الجبل. قالوا ليه أمرك يا رسول الله؟ حمي وطيس المعركة، أخذ المسلمون يقاتلون، لنا الله ولا رب لكم، لأن في ذاك اليوم جاء معاوية وشمول، قل لنا العزة ولا عزة لكم، كان هو وأبو سفيان واقفون، الأمير كانت راية الشرك بإيده وراية المسلمين في يد من مولاي، في يد علي بن أبي طالب، وفيها مسألة عقائدية راح أبينها مولاي الآن، عندنا مسائل عقائدية راح أبينها، أربع مسائل عقائدية، ومعاوية يعلم بهذه المسائل صحيح. قال لنا العزة ولا عزة لهم، وكانت راية المشركين بإيده ولا جنب من أمه وأبوه، رد عليه النبي قال لنا الله ولا رب لكم، راية المسلمين في يد من مولاي؟ في يد أبو الحسنين، في يد علي بن أبي طالب. حمي وطيس المعركة، خاض المسلمون في أوساطهم، جردوهم عن معاقلهم في المعركة، ولوا المشركين الأدبار، فروا، توجهوا على وجوههم يمنة وشمالا، لحقهم المسلمون. شنو أساس الفشل في هذه المعركة مولاي؟ قام بعض المسلمين أخذ يجمع بعض الغنائم اللي كانوا في المؤخرة يجمعون بعض الغنائم اللي همونها على بعض، قالوا لقد أخذوا يجمعون الغنائم، فلهم جحش عبد الله بن جحش ما جانا أمر من النبي ننزل، قالوا يا ابن جحش نخشى أن يفوتنا نصيبنا من الغنائم. أولا خالفوا أمر النبي، النبي مفروض ما يخالف ماذا؟ أمره. ليش ما يخالف أمره؟ لأن أمر النبي أمر الله بصريح الآية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذه بصريح العبارة مولاي. وثانيا ظن السوء في النبي، شنو النبي يعني ما راح أوزع الغنائم عليكم بالتساوي؟ هذه مسألة عقائدية، الأول مخالفة أمر النبي، الثانية ظن السوء في النبي، نخشى أن يفوتنا نصيبنا من الغنائم. تعال يا عيني شنو يفوتك نصيبك من الغنائم؟ فنزلوا شافوا خالد بن الوليد إجا إليهم من دفة أخرى، أصبح المسلمون بين ماذا حبيبي؟ بين دفتين، ناس تضرب من اليمين وناس تضرب من الشمال. هذا بعد كان المسلمون يقاتلون قتالا مستميت، ولكن المسألة العقائدية الثالثة ما هي مولاي؟ المسألة العقائدية الثالثة عندما صرخ رجل لقد مات محمد، شنو صار بالمسلمين؟ وصير الجيش تفرقوا يمنة وشمالا، أخذ النبي يدافع عن دينه، يدافع عن رسالته، كسرت رباعيته، جرح خده المبارك، أثخن بالجراح، علي إلى جنب يقاتل، معه نفر يسير من الصحابة. زين مولاي، مع نفر يسير من الصحابة أخذ النبي سقط على الأرض، جاء أبو الدرداء، كان عظيم الجثة، عظيم الجثة أبو الدرداء، هذا أخذ النبي شنو سوى به؟ خلى النبي على الأرض وغطى النبي بجثته، كان ضخم عظيم الجثة، غطى النبي بجثته. لما غفل رحم الله من ذكر قائمة محمد فقام، تعالوا للمقدمة مولاي، صل على محمد وآل محمد، أخذ أمير المؤمنين يقاتل، خذله، وهذه المسألة
المسألة الثالثة الزين ما سمعوا إلا مات محمد ما يبقون يدافعون عن دينهم وعن عقيدتهم وعن المبدأ ما بقي إلا من خلص الإيمان في قلبه عمار وسلمان غير المؤمنين هذول يدافعون عن النبي أبو الدرداء غطى النبي ببدنه جاءته السهام من كل مكان لما جاءته السهام من كل مكان مولاي هذا ما مات بعد ما بقيت في جسمه مكان لم يصله سهم عاش إلى عهد الخليفة الثالث زين مولاي سقط على الأرض رجعوا يريدون المشركين يقتربون من النبي يقتلون النبي فكان علي يصد الكتائب كلما جاءت كتيبة صاح النبي يا علي صد أمير المؤمنين الكتائب عنا صد كسر سيف علي أخذ علي يقاتل بيده يضرب بدرسه ويده ما عنده سيف وكلهم المشركين اجى أبو سفيان قال لن تستطيعوا من محمد إذا كان علي بن أبي طالب إلى جنبه ما راح تقدرون قال يا رسول الله لقد كسر سيفي كسر يا رسول الله ما العمل قال يا علي خذ سيفي ذو الفقار أعطاه النبي سيفه ذو الفقار أخذ أمير المؤمنين يقاتل فروا من بين يديه كما تفر المعزى إذا شد فيها الذئب وإذا بصوت شفت قبر الحمزة مولاي وين قبر الحمزة هناك في تلك المنطقة جبريل ينادي لا فتى إلا علي لا سيف بعدين النبي مدخن بجراحه رفعه أمير المؤمنين ضم إلى صدره وراح بأهل المدينة استقبلت صفية وطمت على رأسها منادية ومحمدة فتلها يا عم هوني عليك بجت عهدك قالت يا علي أين عمك الحمزة فأطى أمير المؤمنين براسه صاحت وأقاه وأحبسته النبي أمير المؤمنين حامل النبي وجاي إلى البيت ليقول لي أنزلني يا علي يا أن أنزل قال لي أخشى على قلبها أن يصل نزلني وإذا فاطمة واقفة على الباب واقفة من شافت أبوها مدخن بجراحه صاحت وأبتاه ومحمد بن أمير المؤمنين هذا النبي مسرعا ضمها إلى سفره الهول يا بني هوني على نفسك قالت أبتاه إلا الذي أصابك ألا النبي أنا ورجعت إلي إسلاما ثم واحد رجع إلى المدينة بعد ثلاثة أيام استجار عند واحد من أصدقاء اليهود لما جاء وشاف المدينة مستقر رجع إلى المسجد وقال له النبي ما هكذا ينبغي لك يعني النبي يهرب عاد مو ثلاثة أيام ما يدري عن قومه وجماعته وهذه كلها أحقاد البدرية والأحقاد الأحدية صبت في علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وآله في تلك الفترة أخى بين علي بن أبي طالب وبينه علي اطقاكم علي أورعكم علي أزهدكم علي والقوم تغلي قلوبهم حتى جاء غدير خم من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عادى وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار علي مع الحق والحق مع علي من هذا الساس كده الساس من هنا مولاي شلون اجتمعوا جماعة قالوا على إن بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لا تتم سمعهم البراء بن عازب اجى الى النبي قال له يا رسول الله سمعت فلان وفلان عدد اساميهم كلهم على ان بيعه علي بن ابي طالب لا تتم حضرهم النبي تعالوا انتم قلتم بان بيعه علي بن ابي طالب لا تتم وقد اعلنها الله له قالوا حش يا رسول الله ما قلنا ولا تكلمنا مشوا قام البراء يبكي قال لي والله يا رسول الله ما كذب قال لي أعلم يا براء إن أردت الآخرة إلزم علي خلك ويا علي قالوا الآية النبي كشف بعض الأمور منه
يعني الآن مقدم ما نريد نفعله كشفه محمد صلى الله عليه وآله. شنو العمل؟ شنو نسوي؟ قالوا نتخلص من محمد هذه الليلة. قال الناقة يقودها سلمان ويتلوها البراء ومعه حذيفة. لما أرادوا أن ينفروا النبي بناقته حذيفة براء كان إلى جانب السهل المنحدر وحذيفة بالجانب الآخر فأبرقت السماء وأضاءت فرأى حذيفة جميع وجوه المنافقين. جاء حذيفة إلى النبي يا رسول الله قال لي أدري أدري يا حذيفة أدري أدري لزم علي بن أبي طالب ولا تصلي على أحد منهم. ولذلك لما كان موسى يا حذيفة إن امتنع فهو من المنافقين وإن صلى عليه فهو ليس من المنافقين. ورجع النبي بأبي وأمي في هذا اليوم دار يخشى عليه الدار ويفيق داره. سمع عن فلان وفلان ما نفذوا جيش أسامة. حضرهم النبي ما نفذوا جيش أسامة. قال يا رسول الله كيف ننفذ الجيش وأنت مريض احنا لا طاقة لنا على فراقه. قال النبي نفذوا جيش أسامة لعن الله من لم يلتحق بجيش أسامة. شملتهم اللعنة عيونهم. زين بعدها شنو مولاي؟ بعدها النبي بقى على فراشه ما رجعوا المسلمين بعد التنفيذ بقي على فراش مرضه. اجى بلال يقول للنبي الصلاة الصلاة يرحمكم الله قم للصلاة يا رسول الله. النبي قال لا طاقة لي على الصلاة فليصلي بالناس أحدهم. طلعت المرأة وقالت النبي يقول فليصلي بالناس منهم الأول فلان. لما صلى وكبر سمع النبي بعد أن أفاق من قشوته قال من يصلي بالناس؟ قال أنت أمرت أن يصلي بالناس فلان. جاءت فلان وقالت قال يا ابن عباس ويا أبا الحسن سندوني. سندوا حملوا النبي دخلوا إلى المسجد سحبه من وين من ردائه وقلت باعت باعت وصلى بأبي وأمي مريض وصلى بهم وهو جالس. جماعة ما قبلوا يقترفوا شنو قالوا فلان يصلي بالمسلمين جماعة النبي يصلي فلان شنو جماعة يعني جماعة فلان يصلي في أكو شرع محمد صلى الله عليه وآله إمامين للجماعة يريدون ما يريدون يعترفون بالطرد هذا يصلي بالمؤمنين والنبي يصلي شنو مولاي حدث العاقل بما لا يليق وإن صدق فلا عقد له. أمور يعني حتى العقلاء وإنا نسيبون هذا الأمر غير مقبول خلاف لشريعة محمد. لو كان هذا الأمر جائز لأعلنه النبي أبعده النبي عن مكانه وصلى. لما فرغ تسنت على ابن عباس وأمير المؤمنين ورجع إلى وين إلى دارة. اجتمع القوم عليه شلون حاله؟ قال يخشى عليه تارة ويفيق تارة أخرى. يقول النبي ائتوني بدوات وكتاب أكتب لكم كتابا لن تغلوا من بعدي أبدا. أكتب وصية. وخشى عليه قام واحد راح يجيب الدوات والكتف قال لي إلى أين؟ قال لي الرجل قال لدوات وكتف قال اجلس إن النبي لا يهجر. الله ما قدمت إهانة إلى نبي مثل هذه الإهانة التي قدمت إلى سيد الأنبياء والمرسلين. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أفاق النبي من غشمته يا رسول الله نأتيك. قل النبي بعد الذي قلتموه
قوموا عني قوموا طردهم النبي وهو يقول أوصيكم بأهل بيتي خيرا. ثم إن اجتمعت بني هاشم على النبي والنبي على ما هو عليه يغشى عليه تارة ويفيق تارة أخرى. فلما فاق من غشوته قال ادعوا لي حبيبي. قالت المرأة ادعوا له فلان. فلما أقبل أعرض عنه النبي فقال ادعوا لي حبيبي مرة أخرى. فدعوا إليه فلان فأعرض عنه النبي فقال ادعوا لي حبيبي. فوقفت أم المؤمنين أم سلمة قالت والله لا يريد إلا علي بن أبي طالب. فلما أقبل علي إلى النبي فتح النبي باعه وهو يقول هلم إلي إلي يا علي. فأقبل أمير المؤمنين على النبي وأنزل أمير المؤمنين أذنه على فم النبي وغطاه النبي بالثوب. أخذ يراجيه طويلا حتى رفع أمير المؤمنين رأسه وهو يقول لقد علمني ألف باب من العلم، من كل باب ينفتح لي ألف باب وأوصاني بما أنا فاعل إن شاء الله. شنو أوصاك؟ قال لي يا علي تضرب الوديعة، يا علي تكسر أضلاعها وتعصر بين الباب والجدار، يا علي تتلوى عليها الصياد. قال أفي من سلامة من ديني هذا الصبر يا رسول الله؟ قال بلى يا شيعة. وياك حبيبي ولي صوتك الله عودك مولاي خلاص ما بقى شيء. واذا بفاطمه قد اقبلت مناديه رابتا ومحمدا فدخلت وامتدت على طول النبي والحسن والحسين منادين واجدتا. عند ذلك ضم النبي فاطمه الى صدره قال بني يعز علي بكائك لا أبكى الله لك عينا. عند ذلك سرها النبي في أذنها فأخذت تبكي ثم أشار لها مرة أخرى وسرها وإذا هي تتبسم. قالت لها عائشة عجبا يا سيدة النساء تبكين وتضحكين. قالت لقد بكيت لما أخبرني أبي بأن القوم من بعدي يفعلون بي ما لم يفعلوه في حياته. وتبسم عندما قال لي بأنني أول أهل بيتي لحوقا به في القريب العاجل. بينما النبي يقبل الحسن تارة ويشم الحسين تارة أخرى ويضمهما إلى صدره شيع موالير. وإذا بالباب تطرى السلام يا ملك الموت. أتيت قابضا
أم زائرة؟ قال بل أتيتك مخيرا لك يا محمد، إن الله عز وجل يخيرك بين الحياة الدنيا والدار الآخرة. قال يا ملك الموت انهلني حتى ينزل أخي جبرائيل. شيع موالين أجركم الله. فلما نزل جبرائيل قال له النبي ماذا تقول يا أخي؟ قال يا محمد ولا الآخرة خير لك من الأولى. ثم إن النبي التفت إلى ملك الموت قال يا ملك الموت امضي فيما أنت عازم عليه. والتفت إلى أمير المؤمنين قال يا علي ضع رأسي في حجري. أجركم الله يا شيعة. بينما ملك الموت يعالج روح النبي I'm gonna go.
اللهم نسألك وندعوك نتوجه إليك بأحد الخلق إليك محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد. وادخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد. وسلمنا من كل سوء سلمت منه محمدا وآل محمد. وتقبلنا وشرفنا واعززنا وارحمنا بمحمد وآل محمد. اللهم لا تجعله آخر العهد منا، وإن جعلته آخر العهد منا فتقبله منا بأحسن القبول يا أرحم الراحمين. اللهم شافي مرضانا، داوي جرحانا، فك أسرانا، رد غربانا، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. جماعتي المؤمنين الحاضرين احفظهم اللهم فردا فردا ومتعلقيهم ومن يلوذ بهم يا كريم. بارك لهم اللهم في أرزاقهم وأعمارهم وأولادهم يا رب العالمين، ووفقنا وإياهم لمراضيك وجنبنا لمعاصيك، واحفظ المؤسسين واجعل هذا المكان عامرا بذكرك يا أرحم الراحمين. وختاما أحبتي، سعدت كثيرا معكم في هذه الأيام من 10 محرم إلى يومنا هذا، وبين أهلي وبين إخواني وبين جماعتي. الله يعودكم جميعا على مثل هذه الأيام، وأنا من على هذا المنبر الشريف أتقدم بالعرف. أولا أتقدم بالشكر لكم، ثانيا أتقدم بالعرف لأي أمر بدر مني غير مقصود، والعذر عند كرام الناس مقبول يا كرام الناس، والعذر عند كرام الناس مقبول. وأسأل الله أن يعيدنا على مثل هذه الأيام في حال أفضل من هذا الحال، ويوفقنا لزيارة محمد وآل محمد في القريب العاجل، إنه سميع مجيب أرحم الراحمين. وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات، من مات على الإيمان نهدي جميعا ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.